القدس والأقصى. بنشوف اليوم انه ما زال العنصرية والفاشية، ما زال الخطاب العنصري اللي برفض يشوف اي ناس تانيين على هاي الارض ما زال مستمر. احنا اصحاب الارض الاصليين، احنا اصحاب الوطن، احنا واجبنا نتمسك فيه. دفعنا غالي، دفعنا شهداء مشان نبقى في هذا الوطن من 36 لل 48 لل 56 لل 67 لكل السنوات فيها شهداء، وشهداء كثار اللي ما انذكروا في مناسبات معينه. لكن اليوم احداث اكتوبر بتاكد على انه كان في هجمه مخيفه على الجماهير العربيه، هجمه كان لها هدف تركيع هاي الناس، انه هاي الناس تسلم في الامر الواقع انه احنا يا عمي بس بدنا نعيش ناكل ونشرب مش اكثر عن هيك، ما يكونش لنا قامه، ما يكونش لنا عمود فقري ونقدر ننتصب فيه. فالشهداء الله يرحمهم هن اعطوا اكدوا لمجتمعنا وللمجتمع الاسرائيلي ككل انه هذا الشعب لا ما زال واقف، ما زال منتصب القامه وبطالب في حقوقه في الاساليب القانونيه. لكن هن اللي بيعتدوا علينا وهن اللي بقتلوا الضحايا اللي من عندنا، هن اللي السبب للشهداء الموجودين عندنا. احنا جاهزين ندفع كل ثمن دائم، اذا بده يصمد، اذا بده يبني له كرامه، بده يبني له مستقبل، بده يكون عنده استعداد للتضحيه. هاي هي سخنين حقيقه، انه كل اطيافها وكل احزابها وكل التيارات السياسيه موحده بهذا اليوم المقدس. فزيارتكم لنا اليوم هي بركه وهي تاكيد على انه احنا راح نصون وصيه الشهداء اللي استشهدوا من اجلها، استشهدوا من اجل ان نحيا بكرامه، دافعوا عن القدس والاقصى، عن مقدساتنا. فبتامل وهذا كل املي انه سخين تضل موحده بهذا الشكل، متحابه اخوي، والله يديمكم على هذا العمل. وشكرا. 15 سنه بعده الجرح مبين وينزف، مضبوط؟ كيف شعورك بعدي 14 سنه هسه؟ شعوري على الشهداء، شعوري على اوطاننا، شعوري على الاقصى، شعورنا على مثل ما كانت شعور الشهداء تركض شباب، تركض للاقصى، تركض للاراضي، تركض لبلادها. هذا شعورنا، الله يظلمهم البعاد. والحمد لله شعب ننسى، شعب ننسى، شعب ننسى، شعب ننسى. بعد لا حدا نسي ولا حدا اللي شعورنا بتكون يعني زي هسه بتكون زي ظل. ما حدا بنسى ابنه، ما حدا بنسى امه، ما حدا بنسى شهداء شباب. الله يعزك. على صوتك شوي يا عم فؤاد، اهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم. احنا بنشد على ايديكم قاعدين. هذا اللي جنيتوا عندنا هون ثمينه، احنا صحيين هذا اليوم اسود علينا، كان يوم حزين علينا، فقدنا ما اغلى عنا، ولكن وجودكم عندنا بخفف الحزن عننا. وبارك الله فيكم واهلا وسهلا فيكم. احنا نرحب فيكم، نرحب برئيس البلديه مازن غنايم ابو محمد، ونرحب باعضاء البلديه واللجنه الشعبيه. ميت مرحبا فيكم، بارك الله فيكم، جنتكم ثمينه عندنا صحيح. قرابه للعم ابو فؤاد واولاده، طائيه رئيس السلطه المحليه. فاهلا وسهلا فيكم في بيتكم، في بيت والد الشهيد ابو فؤاد واولاده وكل اهل سخنين. مظبوط، مجينا لهون باكد على شيء واحد وحيد، انه بعد مرور 14 سنه واحياء هاي الذكرى العزيزه على قلوبنا كلياتنا، اندل على شيء بدل انه احنا متمسكين، متمسكين لهويتنا الوطنيه، متمسكين بالرساله اللي استشهدوا علشانها ابنائنا، شهدائها في القدس الاقصى، شهداء يوم الارض، شهداء كل فلسطين. فاول شيء الله يرحمه انه يرحم شهداء فلسطين. اللي بيميز هذا اليوم عن السنين اللي سبقت والهجمه على اهلنا واخوتنا، كانت في الضفه، كانت في القطاع، شفنا المجازر، شفنا الدمار،
2000 اكثر من 2000 شهيد، الاف الجرحى، الاف المشردين، والهجمه مش بس على مجتمعنا العربي الفلسطيني في الداخل، انما الهجمه على كل فلسطيني اينما تواجد. عشان هيك يا اخوان بنطلب منا مزيد من الوحده. اليوم افكر شعار هاي المسيره انه يكون الوحده، يكون كلياتنا موحدين علشان الرسائل اللي استشهدوا عشان ابنائنا، استشهدوا عشان نعيش بكرامه على ارضنا، عشان نحافظ على ما تبقى من ارض الاباء والاجداد، والصمود امام السياسه الغبيه لحكومه اسرائيل. لانه السياسه اللي موجهه مش ضد حزب او ضد طرف، انما موجهه ضد كل انسان عربي فلسطيني في هاي البلاد. فعلشان هيك بدنا نقول احنا لابو فؤاد ولاد عم فؤاد، ابنكم هو ابننا، ابن سخنين، ابن المجتمع العربي كله، الله يرحمه. لأم فؤاد بدي اقول لك كل واحد من هون هو ابنك واخوك وقرابتك وابن مجتمعك.